وننتقل إلى السيد للسؤال الموجه إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية حول البطالة طويلة الأمد. كلمة أحد مستشارين فريق التحالف الاشتراكي لتقديم السؤال، تفضل. شكرا السيد الرئيس، السادة المستشارين المحترمين، السادة الوزراء. مع مرور سنوات يزداد أعداد العاطلين من حاملي الشهادات العليا إجازة ماستر دكتوراه، ويوجد عدد هام منهم في وضعية بطالة لسنوات عديدة، وبكل ما يعني ذلك من انعكاسات اجتماعية ونفسية جد سلبية وحرمان البلاد من استثمارات كفاءات وموارد بشرية تم تكوينها بالمال العام كاستثمار دون جني نتائج من هذا الاستثمار. مما يزيد الأمر تعقيدا أن القطاع الخاص الذي عليه استيعاب جزء من هذه الفئة يطلب غالبا تجربة لطالب الشغل لا تقل أحيانا عن 5 سنوات دون الاهتمام بكيفية الحصول لهذه التجربة، ما دام أن الشروط ولوج تجربة هو وجود تجربة سابقة. إن هذا الوضع يطرح على السياسة العمومية في مجال التشغيل إيجاد مخرج وحلول، أولا حتى لا يطول أمد بطالة حامل الشهادات العليا، وثانيا لحل مشكلة التجربة بالنسبة للقطاع الخاص، وإيجاد صيغة جديدة تنبني على فكرة التكوين من أجل الإدماج لتطويرها وتعميمها وضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص، سواء من حيث الأجور أو الاستقرار أو التغطية الاجتماعية، ليصبح القطاع جذابا للأطر العليا المعطلة. فهل لدى الحكومة السيد الوزير تصور وتدابير عملية لمعالجة هذه الإشكالية وإيجاد صيغة تحود دون إطالة أمد بطالة حامل الشهادات العليا؟ وشكرا. شكرا، تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة المستشارين المحترمين. أريد أن أشكر السيد المستشار المحترم عن فريق التحالف الاشتراكي على توجيه هذا السؤال الهام لكي يهم بالطبع شريحة مهمة من شبابنا هم خريجي المعاهد والجامعات والمؤسسات العليا. طبعا السيد المستشار المحترم، جوابكم أو سؤالكم يتضمن بعض العناصر الإجابة. ماذا قامت به الحكومة وماذا ستقوم به؟ كما ورد في سؤالكم هناك عدة إجراءات نقوم بها. الإجراء الأول هو ما سميتموه بالتكوين من أجل الإدماج أو التدريب من أجل الإدماج. الإجراء الثاني هو التكوين التعاقدي أساسا لكي يهم القطاعات الواعدة بحال المعمل ديال الطائرات، السيارات، الإلكترونيك، الخدمات المالية، الأوفشورينغ. والمجال الثالث هو مرافقة الشباب اللي عندهم رغبة باش يكونوا مقاولة الرسوم. هذه المشاريع الثلاثة، هذه السياسة الثلاثة مكنتنا باش نوفروا ندمجوا من 2006 إلى يومنا هذا لآخر 2014 بالكاد 600,000 شاب وشابة. ولكن فيما يخص التكوين من أجل الإدماج أو التدريب من أجل الإدماج واللي كيهم واحد 400,000 يلا 40% منهم اللي تم إدماجهم بصفة نهائية في العمل. تيدربوا كيمشيو بحالاتهم. لذلك بعد ما قمنا بالتقييم ديال السياسات حنا بسبب مراجعتها وصوتوا في هذه القاعة على مشروع قانون من الأهمية بمكان لكي يعالج هذا الاختلال. حنا إن شاء الله غادي نحسنوا مستوى الأداء ديال السياسات العمومية علما على أننا إن شاء الله في الأيام القريبة بعدما أنهينا من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عندنا واحد العدد ديال الإجراءات، ننتظر فقط الضوء الأخضر ديال رئيس الحكومة باش نعلنوا عليها، وربما تكونوا الساده البرلمانيين اول من يطلع عليها، وتكون كذلك مناسبه لتطوير النقاش ما بيننا حول هذه الاشكاليه اللي كتهم جميع المغاربه ولا تهم الحكومه لوحدها. شكرا سيد الوزير. هناك تعقيب، تفضل. وزير على جوابكم، ونريد ان نسجل اهميه العمل الذي تقومون به لحل مشاكل البطاله لدى الشباب، ونلح على مزيد من الاهتمام بحامل الشهادات العليا، ليس فقط لأنهم بحاجة إلى الشغل، بل أيضا لأن الدولة
والمجتمع بحاجة لكفاءته إلى كفاءته وأطره الشابة. وشكرا لكم سيدي. شكرا. نكرد على التقييم. بغيت فقط إضافة بسيطة الوقت، يعني باش نكونوا صرحاء فيما بيننا. التشغيل مرتبط بالاستثمار ومرتبط كذلك وأساسا بجودة التكوين. أراه ما حد ما توفقناش في هذه المسألة ديال التكوين والتعليم، يعني كنبقاو ندورو في حلقة مفرغة، كنرقعو فيما بعد. لذلك الأمل معقود على شعبنا، على أمتنا، على المسؤولين ديالنا باش نحلوا هذه الإشكالية ديال التعليم. لحقيقة ليست لا 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 ما كاينش هناك مغربي يرضى عليها. النتائج اللي تعنا عليها يعني مصدمة. خصنا نوقفوا جميع كمغاربة باش نصلحوا المنظومة ديال التكوين، ماشي الشغل ديال الحكومة، هو الشغل المجتمعي، مسألة مجتمعية. نحيدوا واحد العدد ديال يعني الأفكار المسبقة والخلفيات حول يعني منظومتنا التربوية والتكوينية. إلا بغينا حقيقة نربحوا رهانة الغد ونصبحوا نكون بلد صاعد عنده مكانته من بين البلدان المتقدمة والصاعدة. شكراً.